مرة ثانية. وتعادل
خاطر في محاولات حموله قويه من قبل لاعب فريق الكوري. لما يلعب كرة كان قصدنا يحولها عرضية وراحت في المرمى بعد تقدم محسن مطبق اللي تمكن من ملابستها في آخر لحظة وكرة تضرب في القائم طلعها مبارك غانم برا الملعب. كورنر، شوف شوف لما لعبها في ظل تقدم محسن مطبق اللي بتلامس أطراف أصابع الخلفية رغم التأهل لنا فريق عنيد أيضا، فريق عنيد أيضا اللعب. حلوه يا محسن يا مطبق، الله معاك الله معاك يا محسن في هذا اللقاء. لقاء كره بتروح من حمام فادي عبد الرحمن توصل لك مقطوعه مره ثانيه تعمل عليه الكوري لعب. شوف معي خطورتها، شوف معي خطورتها، لاعبين يبتعدون بسرعه و الكرات القويه في محاولات الخارج خط ال 11 هذه الكره يبعدها محسن مطبق بعد ما تطلع برا الملعب. كورنر، شوف لما تضجت ورايحة في الزاوية اليسرى تمكن محسن مطبق يسار في اللعب في الصد اللعب من 20 طويلة للهدف في بداية الشوط الثاني هو كيم سونغ كي والكرة بتكون تطلع بعد أربع حظة غير مباشرة لصالح منتخبنا الوطني. تحول عليها الفريق الكوري وتوصل خارج عالية تطلع برا الملعب أو ضربة مرمى لصالح منتخبنا الوطني. الفارق بينه وبين منتخب كوريا الآن نقطتين لقبل حساب مباراة اليوم بعد ما لعب منتخب كوريا أربع مرات فاز في ثلاث تعادل في واحدة لم يخسر لأربع أهداف ولم يدخل مرمى أي هدف لقبل هذا اللقاء. طبعا في هدف في هذا اللقاء عن طريق الطلياني ورصيده سبع نقاط لمرات اربع لعبات فوز مره تعادل ثلاث خساره لا شيء ثلاث اهداف علينا هدفين وخمس نقاط ايضا لقبل احتساب هذا اللقاء. الفريق المنافس القريب هو منتخبنا الوطني الفريق الصيني اللي رصيده اربع نقاط وهو لا لقاء ايضا مع منتخب قطر في الاستاد الوطني يقام مع هذا اللقاء في لقاء اخر يجمع كوريا الشماليه والسعوديه ايضا بنفس التوقيت. هوسانغ كيم جوسين فريق الكوري الى شوب سانغ هي وكره ملعوبه توصل قريبا من عبد العزيز وحسن محمد على طول بيلعبها فهد وما في اي متابعه توصل بيد حارس مرمى كوريا الجنوبيه كيم بونغ جو. في خطا احتسب حكم المباراه فاول لصالح كوريا الجنوبيه مره ثانيه بشوط يرجع يلمها كيم بونغ جو حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية. أربعة وأربعين دقيقة الوقت الأصلي باقي دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من المباراة. حسن يلعبها بينية الآن بيحصلها مدافع الفريق الكوري منتخب كوريا الجنوبية لاعب كرة بيخطف حسين ظلم على طول بيت محسن مصدق الى عبد الرحمن
حسن قد يسر يحاول مع حسن وتروح من امام قطع الكره برا الملعب اوت رمي تمام. وصلني الان نتيجه منتخب كوريا منتخب الصين والمنتخب القطري والعهده على الراوي الى الان 1-1 الى الان 1-1 شوط ثاني من المباراه وهني خلاص غلق الوقت 45 دقيقه انتهت على الوقت الاصلي من زمن الشوط الثاني وحسب ما يقال الصين مع قطر 1-1 حقيقه نتيجه لصالح منتخبنا الوطني كره توصل تتجدد مره ثانيه توصل ناحيه اليسار إيم سوجون الصين بيلعبها عرضيه خلاص غلق الوقت غلق الوقت 45 دقيقة شوط ثاني حقيقة احنا على اعصابنا بنصف السيدات يا رجال ثلاثي اكل مباراة معلن نهاية مباراة وبرج الصين تعادل مع قطر مبروك مبروك منتخب الامارات الوطني اشوف انوار روما الان اشوف انوار روما الان ومنتخب الامارات اخيرا يبتسم له الحظ العريض يبتسم الحظ العريض منتخبنا الوطني ايطاليا 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 في هذه المناسبة لا امتلك الا ان ارفع اجمل تهنية الى زايد الخير زايد المسيرة زايد العطاء تحية وتهنية كبيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولتنا الفتية وإلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وتهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وتهنئة أخرى إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ولي العهد نائب القائد دائم القوات المسلحة وتهية أخرى مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وولي عهد دبي وتهنئة من الأعماق إلى الحبيب الغالي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي أعطى وأعطى وأعطى كرة الإمارات وأخيرا يبتسم الحظ العريض لمنتخبنا الوطني إيطاليا 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 مبروك يا حمدان بن زايد مبروك يا حمدان بن زايد كل العطاء وكل الجهد والآن يا سمو الشيخ حمدان تستطيع أن تقتطف ثمارك تستطيع أن تقتطف ثمار هذا التعب وهذا العناء ومنتخب الإمارات في سابق الزمن في حقبة صغيرة لن تتجاوز الأربع سنوات استطاع منتخبنا الوطني أن يقتصر هذه الفترة وخلال الأربع سنوات وخلال الجهد والتعب والعرق والدعم اللامحدود الذي لقاه من أصحاب السمو الشيوخ في الإمارات ودعم حمدان بن زايد آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم الآن منتخبنا الوطني يشوف أنوار روما خلاص 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 الفيزا كانت قبل المباراة الحين لازم تتأكد لازم تتأكد الفيزا إلى روما نتأكد الفيزا إلى روما خلاص الحين أنا أتخيل لاعبينا وخلاص أصحاب الجواز قاعد يختمون جوازاتهم ويقولون لهم مبروك منتخب الإمارات تحية لكل الجهود التي تضافرت تحية لكم ولنا أعزاء المشاهدين في دولة الإمارات وصول منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم الحلم الذي كان يراود وصول تاينا لوز تاينا لوز يقول لك المنتخب الصيني خسر الآن المنتخب الصيني خسر بهدف لهدف ومنتخب قطر في الحقيقة له كل الشكر كل الشكر نتيجته أهدت هذا الفوز وهذا الإنجاز الثمين لمنتخبنا الوطني بعد تعادل أمام كوريا برغم كل الظروف وكل الأيدي الخفية اللي امتدت إلى لجنة مسابقة الاتحاد الدولي توقيف رزاق هذا أحسن رد راح نرده كله راح نرده كلنا عليهم بكل جدارة وبكل
ثقة، استطعنا أن ننتزع نقطة ثمينة وصلتنا إلى إيطاليا، حلم وتحول إلى واقع ملموس نتحدثه ونتلمسه الآن. مبروك 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 لكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، مبروك إلى كل من صفق لمنتخبنا الوطني في سنغافورة، وها هي سنغافورة تشهد إنجاز كبير وطفرة كبيرة لرياضة الإمارات في ظل كل الرعاية والاهتمام اللي يليها صاحب السمو زايد الخير زايد المسيرة زايد العطاء لشباب هذه الدولة الفتية. تحقق هذا الإنجاز وتحقق هذا الحلم وقطعنا مشوار ليس الألف ميل وإنما المليون ميل بنصف خطوة. خلاص 4 سنوات حقيقة فترة قصيرة جدا، 4 سنوات فترة قصيرة جدا توصل إلى إنجاز عالمي، تلعب وسط 23 دولة، كل العالم يشوفك في إيطاليا، علم دولتنا الفتية راح يرفرف خفاقا في إيطاليا، يقول يا أهل العالم هؤلاء أبناء الإمارات، هؤلاء أبناء الإرام الإمارات يهللون ويلوحون بأيديهم وسط أكبر عرس وأكبر مونديال عالمي، وهذا سجاله على الكتب، وهذا سجاله على الكتب. مبروك 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 لكم أعزائي المشاهدين هذا الانتصار الظافر وهذه النتيجة الغارمة، وسنغافورة كلها راح تشهد وراح تصفق، والفرق الآسيوية راح ترجع، والفرق الخليجية. منتخب القطر يأخذ بالذكر لسالة منتخبنا في هذا اللقاء بنتيجة إيجابية، راح يصفقون لمنتخب الإمارات اللي راح يمثلهم في إيطاليا، راح يمثل عرب آسيا في إيطاليا منتخب الإمارات، الإمارات راح تمثل عرب آسيا في إيطاليا. أشوف أنوار روما يدمع عيوني الآن، خلاص ما كنا صادقين حقيقة، كنا نتحمل عبء نفسي رهيب. وما أجب عليكم لو أقول لكم أن كل من هنا في سنغافورة 3 ليالي ينتظر النوم بفارغ الصبر لم يحصل عليه، نوموا سعيدين، ناموا سعيدين الآن ومرتاحين وصول منتخبكم. هؤلاء الأبطال الذين تحدوا الصعاب والمصاعب وأثبتوا أنهم أهلا للمسؤولية وأهلا للثقة الآن يصلون بحلم الإمارات إلى إيطاليا.